مساء الحب، مساء الإحساس، مساء الطيبة، مساء جميل. يجمعنا معاكم مشاهدينا الكرام مع برنامج الدار دار. الدار دارك يأتيكم دائما كل يوم، أو خلنا نقول يوم جمعة، كل يوم جمعة من الساعة كل يوم صراحة ودنا أنه يكون كل يوم من الثنتين ولغاية الساعة 3 راح نكون معاكم. وين؟ أكيد في المركز العلمي. في البداية مشاهدينا الكرام اسمحوا لي أرحب بإخواني وأخواتي من خلف الكاميرات، وهذه تحية أيضا مماثلة إلى الزملاء في سيارة النقل، وهذه تحية خاصة مني أنا اللي منورتني اليوم. سلام عمرك. مع هالكاظمي مساء الله بالخير. مساء الخير، مساء الطيب، مساء البخور وتحن العود اللي نابعة من ريحة ضيفنا اليوم المميز اللي راح يطلع عليكم بعد شوي. أكيد الكل يحبه والكل ينطره. يعني اليوم احنا دائما نقول الهوى على نيتنا. اي والله. والهوى حلو اليوم ما شاء الله. وخوات بعد مو مقصرين. ضيفنا الجميل. بالضبط أكيد. وخواتنا بعد مو مقصرين، منى الفيلشاوي وأيضا عبير الشطي جايبين حلا. والحلو ما يجيب إلا الحلو عدل. أكيد. فاحنا نشكرهم طبعا، وطبعا احنا مثل ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام ان موجودين معاكم في برنامج الدار دارك. ضيفنا اليوم ضيف آخر، ضيف مميز، بقول لكم من هو لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مع برنامج الدار دارك. يمكن قبل لا نطلع بالفاصل قلت انا معانا ضيف مميز، مها بالفعل ضيف مميز تسبقه خلينا نقول سمعته ومكانته في قلوب اهل الكويت كلهم، وكلنا نتفق على هذه الاسره اللي بالفعل كلها كل الحب والاحترام. باسمي وباسمكم مشاهدينا الكرام ارحب بالشيخ سالم نواف الصباح، رئيس لجنه الموروث البحري. يسعد لي مساك شيخ سالم، وانا بالفعل سعيد باني اكون معاك لثاني مره نلتقي ان شاء الله. وهذه ان شاء الله مو يعني مو نقول هالمره لا، ان شاء الله لنا لقاءات بعد اخرى ان شاء الله. ان شاء الله حياك الله انت ويا الاخت مها، يطول لك الساعه المباركه ان شاء الله. كبرك منورنا. وقاعد اشوف ملامح الطيبه والشجاعه من ابونا صباح الله يطول بعمره، وابونا نواف الله يطول بعمره، وبابا جابر رحمه الله عليه. الله يسلمك بارك يسلم الله فيك. الله يسلمك يطول بعمرك اخوي دايس. شيخ لو نتكلم يطول بعمرك بصفتكم يعني رئيس لجنه الموروث البحري، ودنا نعرف منك شو يعني لك البحر. هو البحر يعني بدايه اقدر اقول ان عديد الروح. يا الله. بالنسبه لي انا البحر هو عديد الله الروح. الله. البحر شجون. الله. البحر يعني مهما أطلع عليه من كلمات من مفردات ما أعطي حقه، لأن أنا من عشاق البحر. فبالتالي البحر كلمة يعني صحيح أنها تتكون من ثلاث أحرف ولكن لها معاني كثيرة. يا سلام. قد يعجز اللسان عن تعبير الله هو البحر. الله الله. فيما يتعلق بالموروث، هذا موروث تراث أخوي فهد وأنا ملزم فيه، والله الحمد يعني بمكرمة أميرية وبثقة سيدي حضرة صاحب السمو فالتزمت بأن أكون أحد رواد اللجنة المنظمة العاملة على إحياء هذا التراث، فأنا مجبر وملزم في هذا الجانب. فالموروث هو موروث الآباء والأجداد، فحقا علي أن أكون يعني أعطي جهدي ووقتي كله بس لإحياء هذا الموروث لما تحمل من مكرمة أميرية تحت ظل قيادة طبعا سيدي حضرة صاحب السمو، وهذا اسم عزيز على قلوب أهل الكويت كلهم. شلون نحافظ عليه شيخ على هذا الموروث الجميل؟ يمكن هذه رسالة نوجهها لكل من يتابعنا. محافظة عليه، محافظة على هذا التراث هو بالمثابرة وعمل إحياء هذا التراث على مدى العمر كله حتى يأتي من يأتي من ورانا أو من ما يأتي فيما بعد يستلم منا هذه الأمانة على أكمل وجه، ويمشي إن شاء الله على نفس الخطوات اللي حنا الآن رسيناها، لأن حنا خذيناها من اللي سبقونا في هذا المجال. أكيد دائماً أنتم حريصين على فعل الفعاليات السنوية، خلينا نقول مرات تكون حتى شهرية في مواسم معينة، مو مقصرين إن شاء الله. إن شاء الله يعني هذا الله يقدرنا على أن نستمر ونواصل في إحياء هذا التراث إن شاء الله. نعم طال عمرك عرفنا أن أنتوا حريصين على إقامة مسابقة حدائق سنوية حق الدواوين،
الحين السنة السابعة شنو عندكم من جديد حق هذا العام؟ طبعا السنة السابعة هذه لله الحمد يعني الله وفقنا في السنوات الست الماضية وإن شاء الله لو وفقنا بعد هالسنة هذه إن شاء الله حمدنا بعض الإضافات يعني ضفناها في مسابقتنا لهذا العام اللي هي 2017 أضفنا أداة تساعد المتشارك على صيادة الأسماك. طبعا جرت على العادة أن احنا نستخدم الأدوات اللي هي المتعادة المتعارف عليها وهي عبارة عن الخيط يتكون طبعا من مدارين. السنة هذه اللجنة رأت أن ندخل أداة نوع من المساعدة للمشاركين وهي السنارة، ولأول مرة احنا نسمح فيها كبرنامج إحياء تراث خاصة حق الصغار ها؟ يعني هي مختلف الأعمار للأمانة يعني ما هي محددة لا مختلف الأعمار، إنما هذه أداة تساعد المشارك على أنه يحاول أنه تساعده في صيد الأسماك، فبالتالي إحنا دخلناها السنة لأول مرة وبنشوف عاد ردود الأفعال طبعا فيما بعد إذا كانت هذه الأداة مقبولة لدى المشاركين ولا يعني إحنا نتقبل للأمانة كافة الملاحظات وكامل لأن هذا قاعد يعيننا ويساعدنا أن نتجنبها في المراحل القادمة إن شاء الله. حلو. طيب شيخي طويل بعمرك، في هناك شروط تعطونها للي يبي يسجل بهذه المسابقة؟ بالعكس شروط ما في شروط يعني إحنا 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 مسهلينها دائما لكافة فئات مجتمعنا الكويتي، أعمار طبعا أعمار مفتوحة ما عدا طبعا الأطفال، طبعا الأطفال ما نسمح لنا بالأطفال. يعني تقريبا من سن كم شيخ؟ يعني احنا يعني فاتحينها للأمانة من سن 13 وفوق مسموح ما شاء الله، يعني دون ذلك طبعا لا فيها نوع من الخطورة، فبالتالي كلجنة احرصت على أيضا سلامة المشاركين، يعني لله الحمد احنا الآن فاتحينها وباب التسجيل طبعا فتح من تاريخ 22 الأحد الماضي، والإحنا الآن بانتظار بس أن يعني نستوفي بالعدد المطلوب وهو تقريبا 100 متسابق. ودي نتكلم طال عمرك عن الزوارق المشاركة وشروطها، هل لها شروط معينة؟ نعم الزوارق المشاركة طبعا احنا حددنا بطبيعة الحال على 3 مسابقات تتكون من 3 دواوين. الحد الأدنى بالنسبة للغارب المشارك أن لا يزيد عن 31 قدم، نعم، وأن لا يقل عن 14 قدم، يعني هذه الفوارق ما بين القوارب المشاركة. نعم. طبعا الغارب يجب أن يكون مستوفي كافة الشروط. حلو. الأمن والسلامة، تجديد أوراق الغارب يكون مجدد ومؤمن. نعم. أدوات السلامة متوفرة فيها اللي طبعا عبارة عن السباحة وعبارة عن ايضا حتى يعني من شروط الغارب المشارك في المسابقه احنا حاطينها في شروط المسابقه لدى المشترك، فلما يجي المشترك يسجل نرفق معه صوره من الشروط فيطلع عليها المشارك فتكون عليه واضحه العمليه عند المشارك. حلو شيخ، يمكن هذا يسحبني لسؤال بعد ايضا، كم هي مده خلينا نقول المسابقات الخاصه في الالعاب مثل خلينا نقول الكوت الدامه، وين يكون موقعكم في المسابقات هذه؟ طبعا احنا عندنا 3 مسابقات تشمل ديوانيه الفنطاس والسالميه وديوانيه الوطيه، بينهم طبعا راح يكون في عندنا ايام. حلو. لان احنا مرتبطين بالعوامل الجويه، فكل ديوانيه فيما بعد لما تحدد موعد مسابقتها يصير احنا عندنا التواريخ المعينه بممارسه لعبه الالعاب الشعبيه للدواوين الثلاثه كلها طبعا. حلو. فحاليا للحين ما يعني ما اكتمل عندنا العدد، فبالتالي يصعب علي اني اقول لك متى بالضبط، لكن هي راح تدخل من ضمن المسابقات اللي هي اللعبات الشعبيه حق الدواوين الثلاثه. ممتاز. نعم. ممتاز. وتحس في اقبال منهم؟ طبعا هذه مسابقات الالعاب الشعبيه احنا حرصنا عليها كلجنه خاصه الجيل الجديد. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. اللي كبير بالسن ويحب ويعشق البحر ولكن ظروف السنيه ما يعني ما تقدر تخليه انه يمارس، فاحنا نكافئه في اللعبات الشعبيه. نعم. يعني ممكن يمارس لعبته الشعبيه لكبر سنه وهو جالس. حلو. في مقره. فهي للامانه حق الرعي الاول بالدرجه الاولى،
ومن ثم يأتي الشباب. إنما الأولوية بالمشاركة للجيل الأول اللي ما عنده الفرصة إنه يشارك بالضبط في مسابقات البحرية. فبالتالي حتى هذا إحنا خذيناه بعين الاعتبار إن الرد ولو شيء بسيط بالنسبة للرعيل، لولا الرعيل ما ظهر هذا التراث ولا استمرينا فيه. بالضبط. فلهم مكانة عندنا الرعيل الأول أهل الكويت، ومهما عملنا ما رح يعني نعطيهم حقهم، لأنهم فعلا مارسوا وكافحوا في إحياء هذا التراث العظيم اللي احنا نفتخر فيه صراحة. جزاك الله خير، طولي بعمرك. احنا عندنا تقرير عن سوق السمك قديما. نعم. شايك نطلع نشوفه ونرجع نضيع شوي. يلا حاضر، تفضل مخرجنا. الله، يا صوت النهمة يعني قاعدين نسمعها ومستمتعين بهذه النهمة الجميلة مع يعني فنان الدار دارك بحري، جو بحري بحت خلينا نقول. طبعا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم في برنامج الدار دارك مع ضيفنا المميز لهذه الحلقة والاستثنائية الشيخ سالم نواف الصباح، يطول بعمرك شيخ. يمكن قبل أن نطلع في التقرير أو طلعنا في الفاصل كنا نتكلم عن المسابقات، ولكن في سؤال يراودني، يمكن كثير من المشاهدين أيضا يقولون فهد ليت تسأل الشيخ السؤال هذا اللي هو يطول بعمرك بالنسبة للمسابقات. نعم. هل هناك تكون تصفيات للنهائي أو إن خروج المغلوب بالألعاب الشعبية؟ هي أخوي فاتشوف، طبعاً يتقدمون 100 متسابق، نصفي منهم 100، 10 هم الفائزين أصحاب الأوزان الأكثر شو اسمه بالنسبة للمتسابقين، فأكثر أوزانهم بالنسبة للمتسابقين يتحددون في نهاية الأمر إلى 10 فائزين، يعني عدد الفائزين 10. فمن كل ديوانية أخذ أنا 10. في النهاية يطلع عندي أنا 30 متسابق في مجمل الدواوين الثلاثة. نعم. هي جرت العادة أن إحنا نعمل مسابقة ختامية أسميها أنا مسابقة الدانة اللي تكون على دانة سمو الأمير. الله يحفظه يا رب. فهالسنة نظرا للوقت أو لضيق الوقت اللي إحنا ابتدينا فيه وإحنا متأخرين طبعا، قد يعني قد نستغني عن المسابقة الرابعة اللي هي مسابقة الدانة، ولكن ما ودنا احنا يعني نسبق الأحداث، ولا ودنا لا يعني نعلن بأن احنا راح يعني ما راح نعملها مسابقة الدانة، بنخليها على حسب ظروف المسابقة، لأن أنا عندي وقت يعني فترة زمنية حلو محددة. ممتاز. وإحنا ابتدينا متأخرين، فبنشوف الظروف، إذا ساعدتنا أن نعملها إن شاء الله ونقيمها نقيمها، وإذا ما ساعدتها بعد لا حول ولا قوة، نخليها للمرة السنة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الصحة والعافية. الله يعافيك. عمركم إن شاء الله وتقيمون العديد من الفعاليات. الله يسلمك. تسلمين. يسلم عمرك. تسلمين. نبي نعرف شنو التطورات اللي حصلتوا عليها خلال السبع سنوات، وهي أبرز التطورات. أنتوا يعني حريصين إن كل سنة تكون فعاليات جميلة وجديدة وتكون أفضل. نعم. من السنة اللي فاتت. تشوفون. نعم. شنو الفوارق والنواقص اللي صارت. نعم. فودنا نعرف طال عمرك عن يعني احنا الحين الفوارق اللي شفناها خلال السنوات بين كل سنه عن سنه. الهدايا رفعنا السقف، هذا واحد. الملاحظات اللي حنا والسلبيات اللي كنا يعني وقعنا فيها في السابق تلاشيناها. الاخوان العاملين معاي من قبل اللجنه والاجهزه العامله، انا طبعا يعني على أساس أنا أحيي هذا التراث معي أجهزة خارجية. نعم. تتمثل بوزارة الداخلية، تتمثل بوزارة الصحة، تتمثل أيضا بوزارة الإعلام. نعم. هذه الأجهزة الأساسية هما الركيزة اللي إحنا كلجنة منظمة قاعدين نرتكز عليها. نعم. لأن هي تساعدنا في عملية إحياء هذا التراث من ناحية التنظيم. صح. من ناحية الإعلام، من ناحية المحافظة على المشاركين من قبل وزارة الصحة طبعا، اكيد، وامن وسلامه ايضا من الداخلية. يعني حتى سلامة المشاركين ايضا هم بعد تعتبر من اولويات اللجنة، يعني كذا جهة مشاركة طبعا. هذيل قاعدين يساعدوني انا في اظهار الموروث هذا كله بالشكل اللي يليق براعي المكرمة الأميرية وهو صاحب السمو، فبالتالي لهم ايضا مجهود. فهذه الفوارق في مثلا في المسابقات السنة الاولى والثانية يمكن ما كانوا متواجدين معنا فقط إلا الإعلام، لكن تلاشيناها في المسابقات الثانية، يعني السنة الرابعة والسنة الخامسة استمرينا، يعني هذا جانب. الجانب الآخر
نوعية المتسابقين وما كنا يعني كنا نسمح لدول مجلس التعاون. أنا كنت يعني عنصري للكويتي فقط يعني نابع من إحساسي بالوطنية ومن الكويتيين فقط. فأنا حبيت أن اللي فعلا يشاركني هذه الفرحة واللي يشارك إحياء هذا التراث كويتي فقط، لأن أنا عنصري بهالجانب ودائما يعني دائما أدعم الكويتي مهما كان. بس الفوارق اللي صارت معانا خلال السنوات مع الشعار اللي تم تغييره من قبل اللجنة العليا بشعار دول مجلس التعاون، فحطينا وسمحنا لإخواننا في دول مجلس التعاون بمشاركة. فالآن يعني من خلال برنامجكم هذا نعلنها مسموح لإخواننا بدول مجلس التعاون بالمشاركة أن يشاركون في هذه الفعاليات، وحالهم حال أي كويتي في 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 ما يتقدمون فيه من ناحية المسابقة. أكيد نعم. أكيد ونعم فيهم أهل الخليج كلهم. نعم. أهلنا وعيالنا. بالضبط. نعم. بالضبط. أكيد. نعم. تربطنا فيهم علاقات طيبة. أكيد. ونسب. أكيد. ويعني كلنا أهل وأهل وكلنا بيت واحد. طول بعمرك شيخ، لو نتكلم الحين بعد مضي خلينا نقول 7 سنوات على بداية المسابقات، وشنو أضافت خلينا نقول لكم هذه الأنشطة، وهل كانت دور في المحافظة على التراث البحري الكويتي والخليجي لدى جيل الشباب الآن؟ الإضافة اللي أضافته أخوي فهد، شوف خلال 6 سنوات لدينا ردود أفعال جدا إيجابية، وتلقينا معظم الملاحظات السلبيات ومعظم من قبل طبعا الجمهور خلال متابعتهم معانا خلال 6 سنوات. هذا أعطانا انطباع وأعطانا تحمل مسؤولية زادت، فأحنا الآن بصدد أن نتحمل أزيد من هذا للأمانة. في سبيل أهل الكويت مستعدين نتحمل أزيد من ما هو علينا حاليا. فحنا الآن بصدد مقترح راح نقدمه إن شاء الله للقيادة العليا في فعاليات هذا المهرجان، إن ندخل الثقافة البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي الموحد. نسوي مقارنة ما بين الثقافة البحرية في دول مجلس التعاون مع ثقافة الكويت. طبعا قد يكون متشابه صح في 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 صح في في محور هذا بالضبط المعنى صح، ولكن في تفصيله قد يكون مختلف. بالضبط. فكانت الفكرة الآن احنا بصدد ان شاء الله ان نقدمها للجنة العليا، لان هذه يبيلها طبعا امكانيات، وان شاء الله تلاقي الاستحسان ويتم الموافقة عليها على ان يتم تنفيذها ان شاء الله في السنه القادمه، ان الله جعلنا من الحيين وياك يا رب. يا رب ان شاء الله لك طول العمر يا رب ان شاء الله. وانا الصراحه يعني اتمنى في يعني مستقبلا يكون في عنصر نسائي حتى ولو بالمشاركه بشكل بسيط، هم بعد نعزز بخواتنا وبناتنا يعني الروح الحلوه هذه في المنوف البحري. اختي شوفي، العنصر النسائي بالمشاركه احنا لاحظنا هذا الامر في الخمس سنوات اللي مضت، فعلا شاهدنا العنصر النسائي يمارس صيد هوايه صيد الاسماك. نعم. طبعا كدوافع من اولياء الامور من الازواج. نعم. وأتقنوا للأمانة العنصر النسائي ممارسة صيد الأسماك. أنا حاولت عمري ما صدت شيء. لا هذا يعتمد على الكوتش اللي معك. أحس بفقل ماكو شيء. لا يعتمد على يعني قصد المرافق اللي معك في هذا الأمر، ولكن هذا الموضوع يعني يبي له أول شيء إمكانيات. أكيد أكيد. يعني هل المرأة تستطيع تحمل البحر؟ تحمل مش فهد مو بس البحر، هل تستطيع الصبر. المرأة؟ لأن معروف عن المرأة أن غير صبورة يعني. قليلة الصبر صح. كل عيلة وكل شو اسمه. طيب صح. هل تستطيع صح. المرأة صح. أن تستغني عن الحمام؟ صحيح. لأن هي لا تنسى أنت راح تقعد بالضبط. المرأة ما بين 5 إلى 6 ساعات في البحر. بالضبط. فهل تستطيع ما تغير الميك اب مالها؟ هل تستطيع ما في أمور ما يعني المرأة ما أدري يعني في المجال البحري، ولكن يعني إذا شفنا في ضغوط علينا للأمانة وفي ردود وفي مطالبة شعبية، ليش أنتم صارين عنصريين؟ دخلوا العنصر النسائي. لا ممكن هني راح نفتح وراح نحط دراسة وراح نحط إمكانيات بحيث أن نسمح للمرأة
انها تشارك في في لا اله الا الله شيخ الطبخ. لا اله الا الله. انا بيني وبينك يطول لي بعمرك كرامك على المتمة، انا اقول برايي وبرايك نبعد النساء عنا شوي ونروح نلجا للطبخه، طبخه مصطفى اشكناني. يلا شايك. يلا توكل على الله نشوف نويبي. توكل على الله. تفضل اخرج تفضل. وكل اللي يروح غالي غالي لو يبعد ان شاء الله يرجع بالسلامه لهله ولاحبابه يا رب. سالم يا رب. اللهم امين. دائما نقول ان الاغنيه حلوه يعني غالي غالي لو يبعد اكيد يتم يعني يتم غالي وتتم غلاته. بالضبط. اكيد طبعا بالضبط. وترى غلط اللي يقول البعيد عن العين بعيد عن القلب. والله أنا ما أؤمن بالشغلة هذه. الغالي يتم غالي حتى لو كان بعيد. بالضبط بالضبط. خلينا الحين مع الغالي الشيخ الموجود معنا. اي والله غالي ومنورنا. اي والله في سؤال وايد مهم يا حلو طيبته وتواضعه والله العظيم. هذا اللي هذا اللي عهدناه على شيوخنا كلهم يعني. اكيد اكيد والله. في سؤال وايد حلو وايد مهم عندك معها للشيخ. اي نعم. كنت حابة أسألك عن الفنون البحرية، هي طبعاً كثيرة عندنا في الكويت. نعم. صح؟ نعم. شنو هي الفنون؟ يعني أبرز هذه الفنون؟ في الفنون طبعاً الفن البحري وعندنا الفنون الشعبية. أو اللي أنت حضرتك تحبها؟ اللي أنا أحبها طبعاً الفن بشتى أنواعه. نعم. أنا من المتابعين للفن. نعم. هذا يعني فن البحر. هذا جزئية واحدة أو هذا يعني رقم واحد. نوعية الفن الشعبي أنا أفضل الأصوات كنوع فن شعبي مع السامري. يعني هذول النوعين من الفن الشعبي أنا وايد أتابعهم. نعم. وأحب إني أسمعهم وايد. نعم. بينما الفن البحري احب اليمال. الله. واحب النهم. واحب الخيالي. يعني هذه من الفنون البحريه اللي انا فعلا هم بحرص اني اسمعهم. ما شاء الله مميز حتى في اختياره لنوعيه يعني الفن صح؟ لا لاني انا يعني لما دخلت في عالم الفن جذبتني آلة العود. واعتقد انت يعني سبق واخذت مني هاللقاء وانا بينتها لك. صح. فالحمد لله يعني هذا اللي جذبني الى الصوت العربي اللي هو الفن الشعبي بالاصوات العربيه وايضا الصوت الشامي. فمارست امانه عزف العود و يعني الحمد لله هذا اللي جذبني الى 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 اني اكون استمع الى الفن النوع الانواع من انواع الفن يكون بالطريقه اللي هي الشعبيه هذه اللي هو النوعين الصوت اللي هي الاصوات وشقينا العربي والشامي وعندي السامري. انا احب السامري. الله. انا السامري احبه والله نفسي. هذه انا والله احبه يعني السامري احبه انا صراحه السامري انا احبه. اضافه الى الزهريات ايضا الزهريات انا يعني جدا من متابعين الزهريات وكان هناك فنان عسى الله يطول بعمره ويعطي الصحة والعافية سليمان الموسى. صحيح. العنب فؤاد يعني وفن. نعم. الزهيري. نعم. هذا الاسم. نعم. شنو يعني لك شيخ؟ أنا ما سمعت الزهيريات تصل إلى مستمع قلب كل كويتي مثل سليمان الموسى. يعني حاولت أني أسمع لعدة فنانين كزهيريات. يلا. إنما كزهيرية تصل إلى قلب كل مستمع مثل بفؤاد سليمان الموسى أنا ما سمعت. ما شاء الله. وعنده زهيريات مشهور هو بالزهيريات بس عنده زهيرية اللي يقول فيها مطلعها ايه؟ لي صاحب كنت وده وجع إلى روحي. روح. الله. يعني هذه مطلعها صراحة مع الأسف أني ماني حافظها لأن ماني يعني ماني نوع اللي يحفظ صراحة زهيريات لكن أسمع هذه مطلعها لها معاني كثيرة وأخص بالذكر أهل الكويت. لما تجي تقول لي صاحب كنت وده وجع له روحي. الله. كنت فعل الله. ماضي شو اللي غيره اللي ما تخلي فهمت قصدي؟ صح. فبالتالي لها مفردات زهريات سليمان الموسى للأمانة فعلا زهريات تصل إلى القلب وإلى كل مستمع كل إذن يعني بالضبط. موسيقية بالضبط. يتقبل هذه الزهريات من فناننا الكبير صراحة العم بفؤاد سليمان الموسى. المخرج بيهديك زهرية خوش زهرية. يلا شايك نتابعها. يلا تفضل مخرجنا. يعني يمكن سمعنا يطول بعمرك شيخ هذه الزهرية اللي مهديها لك مخرجنا جوهر. الله يسلمه ما قصر يطول بعمرك استمتعنا فيها يطول بعمرك ان شاء الله. لو نتكلم شيخ عن البحر له قصص كثيرة
نعم. البحر له قصص كثيرة نعم. مع أهل الكويت وهو خلنا نقول باب من أبواب رزقهم، خصوصا أن في الماضي شيخ دائما يكون هناك قصص كثيرة يعني محفورة في بالنا وفي في أذهاننا. صحيح. لكن خلنا نتكلم نقول شنو يعني لك الاهتمام خلنا نقول بالشباب الآن، يعني إذا بنوصل إحنا رسالة ونقول لهم انتبهوا على التراث، شنو الرسالة اللي أنت تحب توصلها للشباب؟ أنا أقول لهم من خلال برنامجكم الشباب حتى لا يندثر يعني بالضبط هذا تراث يجب أن تتمسكون فيه وأن ترحلون اللي فيما وراكم، لأن إحنا الحين قبلكم راح نسلمكم في يوم من الأيام هذه الأمانة وهي أمانة إحياء هذا التراث. بالضبط. عليكم مسؤولية قادمة يا أيتكم، إحنا ما راح ندوم، ما في أحد راح يدوم، ولكن التراث هو الدائم بفضل الله سبحانه وتعالى وفيكم أنتوا يا شباب. فأتمنى من الشباب ممارسة هواية هذه التراث اللي هو تراث الآباء والأجداد حتى يتعلمون وينقلونها جيل بعد جيل إلى ما لا نهاية. فهذه رسالتي للأمانة للشباب اللي راح يستلمون إن شاء الله من بعدنا لتكملة هذه الرسالة. ممتاز. إن شاء الله يا رب. إحنا نتمنى لك بالعكس إن من أحسن إلى أحسن، وأنتوا طول عمركم مو مقصرين في إحياء هذا التراث أو الموروث البحري، وعساكم إن شاء الله ذخر دوم يا رب. الله يسلمك أختي. يسلم بس عمرك. الله بس في جزئية ودي أنا يعني أبينها. تفضل. وهي الدعم اللي قد ما يدرون عنه أهل الكويت. هذا هذا هذه هذه النقطة مهمة شيخ، معلش قاطع كلامك بالخير، أن نتكلم على الدعم السياسي لإحياء في خلنا نقول التراث البري والبحري، ما نبي يعني شقينا البري والبحري. نعم. الدعم السياسي تكلمنا عنه. طبعا اهتمام القيادة السياسية بهذه المهنة اللي هي محية التراث الشعبي بشقين البحري والبري من القيادة السياسية، تأتي من قيادة سياسية اهتمام لا حدود له. فيعني هذه الجزئية قد يغفل عنها أهل الكويت. لا، احنا نبشركم لولا هذا الدعم اللي يأتي من أعلى سلطة في البلد من قيادتنا الحكيمة الرشيدة متمثلة بسيدي حضرة صاحب السمو الله يحفظه وبسيدي سمو ولي العهد الله يحفظه على الدعم اللا محدود، وأيضا من سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة والكل سنويا دعم لا حدود له فقط لإحياء هذا التراث. فهذه رسالتي أنقلها أيضا إلى الشباب حتى يتحملون مسؤولية هذه الأمانة من بعدنا إن شاء الله. وعسى الله يا رب. يعني يا رب. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطول بعمارهم وأن يصرف عليهم كل سوء يا رب. اللهم آمين. شيخ شلونك بالحداد أنت؟ أنا بالحداق حداق ما 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 يحتاج يعني 45 سنة بالبحر. يا سلام يعني الحمد لله وصيد حلو شيخ. بالعكس الصيد ممتاز خاصة هالموسم يعني هالأيام هذه الجاية واللي هذا إن شاء الله الصيد خير ما شاء الله. حلو. عندنا تقرير وايد حلو. نعم. عن الحداق شو رأيك نشوفه؟ نشوفه نشوفه. رجعنا لكم من جديد وما زلنا مستمرين في برنامج الدار دارك ومع ضيفنا الجميل المتواضع اللي فعلا منورنا ومشرفنا اليوم. الشيخ طال عمرك بس بغيت أسألك عن الألعاب الشعبية. نعم. بالنسبة حق الألعاب الشعبية هل يشاركون معاكم أبناء دول الخليج؟ أي نعم، المجال مفتوح لهم لإخواننا وشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، بس ما عليهم إنه بس إنه يتقدمون في ما يتعلق في اللعبات الشعبية، وأيضا لهم الحق أيضا في مشاركتهم وفرحتنا يشاركونا في فرحتنا في إحياء هذا التراث من خلال مسابقات في صيد الأسماك. فأخواننا لدول مجلس التعاون بإمكانهم مشاركتهم بحسب اختيارهم بالألعاب الشعبية أو في مسابقات في صيد الأسماك. حلو. شيخي طويل عمرك في لكم مواقع يعني إذا أحد بيسجل عندكم مثلا في هذه المسابقات أو بيشاركون معاكم في لكم مواقع خاصة لكم؟ صحيح. إحنا عندنا ثلاث مواقع على مستوى الكويت. في عندنا موقع في منطقة الفنطاس طبعا متمثلة في ديوانية الفنطاس للصيادين، وأيضا في عندنا ديوانية السالمية اللي هي متمثلة طبعا محافظة حولي.
تشمل كل المناطق، كذلك القنطاس تشمل كل المناطق، وأيضا في عندنا ديوانية الوطية اللي هي في جبلة عاصمة العاصمة. أيضا هذه المغرات تستقبل كافة المشاركين إذا حبوا يرغبون في عملية التسجيل، فهذه حنا المكاتب أو الدواوين اللي ممكن يتقدمون لها للتسجيل. طيب هذا بالنسبة خلنا نقول اللي بيشاركون الكويتيين، لكن كخليجي الحين حاب إنه يشارك، هل لكم مواقع خاصة شيخ؟ إذا لا المواقع هذه يعني إحنا بصدد باتصال ممكن؟ لا ممكن، لأن في الإعلانات اللي إحنا حاطينها والبروشات اللي إحنا موزعينها فيها رقم تلفونات اللجنة المنظمة. ممكن الخليجي هذا إنه يعمل التلفون ويسهلوا له عملية التسجيل ويعطونا كافة البيانات وكافة الشروط اللي تستلزمها في هذا الجانب. مجرد يعني بس اتصال ممكن؟ مجرد اتصال بالضبط، يلقي بياناته كلها كاملة ويطرح شيء يعني يمكن في الشبكات، خلنا نقول بالواتساب، عن طريق الواتساب، عن طريق هذا ممكن، حتى عن طريق الإيميل بعد. بالضبط بالضبط. احنا طبعا دائما انا اقول اللحظات الحلوه والسعيده شيخ دائما وايد تشرفت اني كنت معاكم والله العظيم. لمح البصر يطول بعمرك، احنا وصلنا معاك للقفال. اي والله وصلنا معاك للقفال يطول بعمرك. لكن كلمه انت تحب توجهها لابنائك واخوانك وعيالك اللي قاعد يتابعونا الان؟ اول شيء يعطيهم العافيه في مقدمتهم بحصه يطول العزيز جوهر وكافه العاملين، حتى لا انسى ولا ابخص حق اي احد. يعطيكم العافيه، وهذا برنامج فعلا متميز. يطول بعمرك. وطبعا اخص بالذكر فهد ويا الاخت مها، يعني هذه مقدمين للامانه. يعني انت فهد طبعا شهدت انا فيك مجروحه، واخت مها انا اصلا معجب فيها يوم طلعت بالارصاد الاحوال الجويه بالمفردات اللي استخدمتها. فكل التقدير والاحترام والشكر لكم، دواكم الله، يعطيكم العافيه وعساكم على القوه ان شاء الله. دواك الله يا شيخ، دواك الله يا شيخ. وإن شاء الله لنا لقاءات ثانية تجمعنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حنا وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة، واللي أنا ما ودي أنها تنتهي لكن عاد الوقت سبقنا. حنا وصلنا معكم للختام، شكرا لطيف المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى في ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله. وكل الشكر لمتابعتكم، وشكر خاص لمريم على هذه الأزياء الجميلة. شكرا لكم.